منذ فتح الانتخابات بداية التصويت نحن نزور المدارس وما رأينا أي مشكلة وكل شيء على ما يرام، كل شيء وتمر الانتخابات بشكل عادي بحسب القوانين بحسب التعديلات، وما رأينا أي تدخل خارجي في المحطات، وأيضا رأينا مراقبين الكيانات في محطات والناس يأتون ويصوتون، وأتمنى أن تنتهي الانتخابات بالخير للوطن العراقي. ما رأينا، ما راقبنا أي تدخل من كيانات أو من الموظفين في المحطات أو الأشخاص من الخارج، يعني الناس يأتون إلى الكابينات ويصوتون وثم يتمون إجراءات. يعني هل تابعت موضوع تعطل الأجهزة في الاقتراع السابق، ويعني ما هي الإجراءات التي تأخذونها في هذا المجال؟ يعني على ما مراقبتي حاليا لا توجد أي مشكلة، طبعا ما لا أعرف تجارب الماضية، ولكن منذ صباحا كل شيء بشكل نظامي وبشكل مرتب.